It's time for an authentic, genuine narrative that is grounded in our religion to reflect our proud Canadian Muslim identity. If you don't tell your story, someone else will. It's time we hold the pen. Writing our own narrative transforms everything. The way we see ourselves, the way we ground ourselves, the way we project ourselves, and the way others see us. The Max Scholar Summit is a 10-day trilingual program with a lineup of 30 speakers who will lead discussions on fiqh, identity, and spirituality. Get ready for a series that will move your heart, motivate you to think, inspire you to act. Register today on macnet.ca. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يسرني أن أكون معكم اليوم. أنا هشام علي من مونتريال لتقديم هذه المحاضرة من فعاليات ملتقى كبار العلماء والذي تقيمه الجمعية الإسلامية الكندية ماك. هذا الملتقى الذي يجتمع فيه أكثر من 30 عالما من علماء الأمة على مدار 10 أيام بثلاث لغات ومترجمة أيضا. Dear brothers and sisters, there is translation to English and French for this lecture. The Zoom link below the screen. Il y a une traduction en français pour cette conférence. Le lien de Zoom sous l'écran. ولقد نمت الجمعية الإسلامية الكندية ماك على مدى العقدين الماضيين لتصبح أكبر منظمة إسلامية شعبية ذات امتداد وطني متجذر في فروع محلية قوية في 13 مدينة عبر كندا، من خلال 18 مركزاً مجتمعياً وتسعة مدارس بدوام كامل وعشرين مدرسة في عطلة نهاية الأسبوع وأربع مراكز لرعاية الأطفال. وكذلك تمتد هذه الخدمات التي تقدمها الجمعية الإسلامية الكندية ماك إلى أربع مراكز لرعاية الأطفال ونحو أكثر من 100,000 عضو من المجتمع أسبوعياً في جميع أنحاء كندا. ونذكر الإخوة جميعاً أن هذه المحاضرة وهذا اللقاء مترجم إلى الإنجليزية والفرنسية، وهناك رابط أسفل الشاشة موجود على قناة اليوتيوب. There is translation to French and English for this lecture. The Zoom link below the screen. خير ما نبدأ به إن شاء الله رب العالمين هو القرآن من القرآن الكريم وآيات يتلوها ابننا الطالب ساجد عبد الله، وهو طالب في الصف الأول الثانوي في مدرسة الأبرار في أوتاوا، وهي إحدى مدارس الجمعية الكندية. ساجد، please you can start your reciting please. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ما شاء الله. Very nice recitation ساجد، جزاك الله خير، تقبل الله منا ومنكم يا اخو. وها يعني وهذا نموذج من ابنائنا، نسال الله سبحانه وتعالى ان نعلمهم وان ننجح في هذه المهمه معهم. الاخوه الكرام، نبدا الان في تعريف المحاضره. فالدعوه الى الله عز وجل والتعريف بها هي المهمة التي كلف الله بها صفوة عباده من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الدعاة العاملين. وتزداد هذه المهمة يعني ثقلا في أعناقنا في هذه البلاد، فنحن قدوات نتحرك بأخلاقنا وسلوكياتنا لتعريف الناس بهذا الدين، وفي معاملاتنا وفي تقديم هذا الدين إلى هذا المجتمع الذي نعيش فيه. ويسرنا أن يكون معنا اليوم فضيلة الدكتور ونيس المبروك. وفضيلة الدكتور ونيس المبروك من علماء المسلمين الذين ليسوا بغريبين علينا هنا في كندا، فقد كان ضيفنا في مسجد الروضة في مونتريال منذ شهر تقريبا، واليوم هو ضيف علينا في هذا الملتقى المبارك. الدكتور ونيس المبروك أصلا من ليبيا، و أقام وأخذ وأصبح يعني بريطانيا، ثم يقيم الآن في إسطنبول في تركيا. فضيلة الدكتور ونيس يعني حاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية في منهج الإفتاء في الغرب، وعلى الدكتوراه في الأصول في إعمال المقاصد في صناعة الفتوى والأحكام بدرجة مشرف جدا. تنقل ما بين ليبيا وما بين الأردن والمغرب واسطنبول وبريطانيا باحثا عن العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فضيلة الدكتور ونيس المبروك هو عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو لجنة الفتوى والفقه به، وهو رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإمام مالك الدولية للعلوم باسطنبول، وعضو منتدى باريس للفكر النقدي، وقد كان رئيس التجمع الأوروبي للأئمة ورئيس قسم الدعوة في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا. فضيلة الدكتور ونيس ليس غريبا، بل هو احد العاملين للاسلام في الدعوه والداعين في اوروبا، كان ومهمته وظيفته كرئيس لقسم الدعوه في اتحاد المنظمات الاسلاميه في اوروبا يعني جعل له السبق ولا جعل له الخبرات التي يستطيع ان شاء الله رب العالمين ان يعطينا بعضا منها في هذه الاجازه البسيطه في هذا اللقاء ان شاء الله رب العالمين. فليتفضل فضيلة الدكتور الونيس في هذه المحاضرة عن منهجية التعريف بهذا الدين في هذه البلاد، منهجية التعريف بالإسلام في بلاد غير المسلمين. فضل دكتور الونيس، أهلا وسهلا بك فندم، الحمد لله بالسلامة وشرفتنا ونورتنا. إن شاء الله تأتي زائرا إلى كندا بإذن الله قريبا يا رب إن شاء الله. دكتور أنيس لا نسمع الصوت غير مسموع يا دكتور أنيس ولا إيه؟
السلام عليكم، هل الآن مسموع؟ نعم. جزاك الله خير أستاذ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ونصلي ونسلم على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا أشكر الحقيقة شكرا جزيلا لإخواني في هذه المؤسسة الرائدة على إتاحة هذه الفرصة كي يجمعنا هذا اللقاء الذي بشرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تحفه وأن السكينة تتنزل عليه وكذلك الرحمة، ونحن وبخاصة في هذا الزمان وفي هذه الديار أحوج ما نكون لمعية الملائكة وللسكينة في قلوبنا وفي بيوتنا، وإلى الرحمة تنتشر من حولنا. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف موضوع وأحسن قول، لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا؟ فهذا الموضوع هو من أشرف الموضوعات، ولهذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه المهمة العظيمة لذاته العلية. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تصوروا معي كيف اختار الله عز وجل أن يلتحق هذا الفعل بذاته العلية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ثم إن الله عز وجل اختار لهذه المهمة صفوة الناس، وأنت إذا أردت أن توكل مهمة خطيرة حساسة ولها آثار بعيدة، ستختار من الناس أفضل الناس لحمل هذه الأمانة وهذه المهمة. ولهذا الله عز وجل اختار صفوة الناس من خلقه وهم الرسل، وأنزل معهم الكتاب والميزان، وجعل لذلك حكمة بالغة ومقصدا سامية يدور حول إقامة العدل في هذه الأرض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. وكل من يتدبر القرآن الكريم أو يقف مع السنن الكونية يعلم جيدا أن هذه المهمة التي نتكلم عنها اليوم ربما في دقائق معدودة هي أبدا ليست عرضا قريبا وليست سفرا قاصدا، بل هي مسلك وعر ومنهاج قويم وسبيل مبين بين ملامحه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتطلب من السالكين في هذا الطريق إخلاصا وفقها وحكمة وموعظة حسنة وكثير من الأدوات والقضايا. إذن هو ليس مسألة يعني نضعها على هامش الحياة أو أنها، ولهذا جمعها القرآن الكريم في مصطلح لطيف جامع مانع وهو البصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا أدعو إلى الله على جهل، على عاطفة، على مزاج، على إنما على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه المهمة تزداد، إن كانت هي مهمة عسرة نوعا ما فهي تزداد عسرة كلما ابتعدت المجتمعات البشرية عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. كلما انتشرت في مجتمعاتنا المادية والفساد وشاع بيننا الجحود والإلحاد وهجر الناس الكتاب وطففوا الميزان، عند ذلك نستشعر بأن العالم اليوم كما قال الإمام الندوي رحمه الله مثل البنيان الذي أصيب بزلزال شديد، كل شيء تغير من محله وتحرك من أساسه،
بعض الأثاث تكسر، بعض الأشياء تغيرت، منها ما هو التوى وانعطف، ومنها ما هو غادر محله تماما وشغل مكانه شيء آخر. كل شيء فيه أصبح على غير الفطرة، على غير الطبيعة، حتى أن الذئب أصبح راعي، وأصبح الخصم المستبد الجائر هو القاضي، أصبح المجرم هو السعيد المحظوظ، وأصبح الرجل الصالح والمرأة الصالحة هو المحروم والشقي. والحقيقة هنا تأتي دور هذه الفريضة العظيمة. لو نظرنا في ماضي الأمة وفي واقعها وفي مستقبلها، سنجد أن الأمة تأثرت بهذه الفريضة، وهي مهمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأثرت بها في سيرتها، تأثرت بها لا شك في واقعها، ومستقبلها، مستقبل هذه الأمة مرتهن بنجاحنا في هذه المهمة العظيمة السامية. لأن من غير هذه المهمة ستصبح الأمة جسد بلا روح، وجماعة بلا رسالة، وأمة لا خير فيها. لأن الخيرية كما خصنا بها القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا كانت هذه الخيرية؟ لا شك أن أمتنا بعثها الله عز وجل بحضارة، نحن لسنا يعني كلأ وعشب هكذا بعلي ينبت على ضفاف الحضارات. نحن أمة لنا حضارة سادت 8 قرون ولا زالت تغذي العالم. لكن هذه الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لاحظوا أول وصف: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتزداد الحقيقة هذه المهمة أيضا عسرا إذا نظرنا لوجودكم في 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 كندا في الغرب. هذه المهمة لا شك أنها تزداد وتحتاج إلى مزيد من التبصر، وتحتاج مزيد من الحوار، وتحتاج مزيد من التأصيل والتفريع. أنا الحقيقة هذا الموضوع متشعب الأنحاء، ولكني سأختصر كلمتي في فقرات، وكنت قد أعددت بعض اللوحات البسيطة حتى يتابع معي الأخوة والأخوات بيسر وسهولة. أنا ممكن بعد إذنكم يعني أعرض هذه اللوحات حتى يتابع معي الإخوة والأخوات شيئاً فشيئاً. طيب، هل اتضحت الآن مع الصورة؟ واضحة الصورة. طيب، أولاً أريد أن أتحدث مع إخواني وأخواتي في المنظور القرآني. إخواني، وهذه مسألة منهجية تفيدكم في كل شؤون حياتكم في الحقيقة، ليس في هذه المحاضرة فقط. المنظور القرآني يعلمنا ما يسميه علماء الاجتماع اليوم أو علماء الإدارة والتخطيط، يسمونه نظرة عين النسر. عين النسر يقصدون به النظرة التي ترتفع من الجزئيات والأزقة والشوارع المتشعبة، تنطلق من الواقع الضيق المحصور إلى أعلى. فأنت كلما صعدت إلى أعلى استطعت أن ترى التضاريس بشكل أوسع، يعني تستطيع أن ترى التضاريس بشكل أوسع، تتسع عندك كما يقول علماء الفيزياء زاوية النظر تتسع، تستطيع أن ترى الشمال والجنوب، وتستطيع أن ترى كل التضاريس التي تحيط بالمشهد. عكس هذه النظرة هي النظرة الجزئية الضيقة. النظرة الجزئية الضيقة لا تصلح بكم في الغرب، الحقيقة لا تصلح بنا لا في شرق ولا في غرب، ولكن تحديداً الإخوة الذين هاجروا في تلك الديار
وأرادوا أن يحملوا مهمة التعريف بالإسلام أو دعوة المسلمين هناك، يحتاجون أثناء تخطيطهم أثناء سيرهم يحتاجون إلى هذه النظرة القرآنية الفسيحة الواسعة. هذه الصورة التي أمامكم هي يعني حاولت أن أضع صورة لسفينة كبيرة تشبه سفينة تايتانيك، وهذه السفينة تايتانيك في الحقيقة جعلها الله عز وجل لنا عبرة، والمؤمن الذي لا يعتبر بالنسبة لي أرى أن عنده خلل، خلل حتى ضعف حتى في الإيمان، لأن الإيمان هو ليس مجرد تصور تعتقده في صدرك، الإيمان 70 شعبة، لا شك أن أحد شعب الإيمان هو أن يكون لديك قدرة على الاعتبار، قدرة على الاعتبار. هذه السفينة لا أريد أن أطيل، لأن لا شك أن عندكم ثقافة وتعرفوا أن السفينة هذه كانت من أعظم الإنجازات التي أنجزها العقل الإنساني واليد الإنسانية، وكان كما يقال وضع في براءة الاختراع أن هذه السفينة لا يستطيع أن يغرقها أحد، واستغفر الله حتى الله عز وجل، يعني من كثرة الغرور والكبر والإحكام. وكانت هذه السفينة أكثر شيء تميز فيها هو نظام الأمان، هو السيفتي، نظام الأمان في هذه السفينة. ولكن هذه السفينة مجرد أن غادرت الميناء، أظن في سكوتلندا، غادرت الميناء ب4 ساعات، حدث ما تعرفون، اصطدمت هذه السفينة بشيء لا تراه وغير متوقع، اصطدمت بجبل من الجليد وتكسرت من أسفلها، ولم تكن هذا الخطر لم ينتبه إليه أحد، لأن دائما الناس ترى هكذا من حولها. كذلك العالم اليوم، إخواني العالم اليوم ينبغي أن نرى هذا المشهد، العالم مثل السفينة التي يهددها أشياء كثيرة جدا. صحيح أن أمريكا والغرب وأوروبا والصين وكذا الآن يباهون بعلومهم وحق لهم أن يباهوا بها، ولسان حالهم يقول من أشد منا قوة، وأصبح اليوم الخطر الذي يهدد العالم هو تأليه العقل، هو عبادة المادة، هو الاعتماد على عالم الشهادة دون الغيب. وهذه مسائل ربما الدكتور جاسم سلطان في محاضرته السابقة أشار للتدرج الذي حدث في البشرية حتى وصلنا أو وصلوا إلى ما وصل إليه، استبعدوا الغيب، بالنسبة لهم الدين أصبح مثل القضية البعيدة هكذا، قضية اجتماعية، قضية تاريخية، قضية ثقافية، ليس مرجعية أو محكم في عالمهم. أيضا عبادة الأسباب، نحن أمة نأخذ بالأسباب، ولكن الناس أصبحت الأسباب هي المرجعية في كل شيء، وكل شيء ما سوى الأسباب هو في مجال الكفر. معيارية المصالح، كل شيء مصلحة، حتى الأخلاق حتى القيم ينظر إليها بالقدر الذي تحقق فيه مصلحة للدولة أو للأفراد أو المجتمع. هناك نحن لازلنا نتكلم عن النظرة العامة، إذا أردنا نتكلم عن الدعوة، أن لا يمكن أن نتكلم عن التعريف بالإسلام والدعوة دون أن أضع هذه النظرة العامة. هناك نظريات في العلاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين، أشهر هذه النظريات نظريتان، نظرية التصادم أو الصدام التي ربما رسخ أصولها في العصر الحديث هانتينغتون الذي توفي في سنة 2008، وكلكم يعرف هذا الرجل سامويل هانتينغتون صاحب نظرية صدام الحضارات، وقد أصل لهذه النظرية ودلل عليها وأتى بشواهد من الدين وشواهد من التاريخ وشواهد من الواقع وشواهد، فحاول أن يدلل على هذه النظرية التي تتلخص في أن الإسلام والغرب تحديداً لا يمكن أن يلتقيا، وقدرهم هو التصادم وهو الحرب وهو الإقصاء. وقامت هذه النظرية على فلسفة معينة
وهي فلسفة التباعد كما هو أمامكم في اللوحة. فلسفة التباعد هذه ترتكز على منطق الخصوصية، أن الغرب له خصوصية لا يسمح لغيره أن يتدخل في خصوصيته، أن الغرب هو مركز العالم ومركز الكون، وكل شيء يقاس بمقدار قربه أو بعده من الغرب. منطق التباعد يقوم على أننا نحن كمل، أي نحن كاملين لا نحتاج إلى غيرنا. منطق الغرب يقوم على أني لا أحتاج إلى المسلم، ولا أحتاج إلى حضارة الإسلام، ولا ثقافة المسلمين، ولا أحتاج إلى الصين، ولا أحتاج إلى أحد، فأنا كامل. منطق التباعد هذا يقوم على الاكتفاء، أستطيع، اللي هو منطق الصمدية، أني أستطيع أن أكتفي بنفسي ولا أحتاج إلى غيري. على أي حال، هذه نظرية طويلة لا أريد أن أطيل فيها، فقط إشارة سريعة. هناك نظرية أخرى وهي نظرية التعايش، وهي النظرية الإسلامية التي جاء بها القرآن: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لا لتصادموا، لتعارفوا، لتعارفوا. هذه النظرية التي تكلم عنها من المعاصرين روجيه جارودي، وتكلم عنها كثيرين، هذه النظرية تقوم على أن الإسلام والغرب أو غير، لما نقول الغرب هذا مفهوم واسع، يعني لا نقصد به أمريكا أو أوروبا. نظرية الإسلام مع الآخر تقوم على التقارب. منطق التقارب يقوم على الشراكة، أن نحن شركاء في هذه السفينة. بعض الشباب المتحمسين و يعني يظن أن نحن سنكون بخير إذا غرقت سفينة الغرب. لا والله، نحن لا نتمنى لهذه الحضارة الأفول، لا نتمنى لهذه الحضارة الضعف، لكن نحن ننظر للحضارة الأخرى منظور الشراكة، أننا شركاء في هذا الكون، شركاء في هذه السفينة التي تحملنا جميعا. فإذا اصطدمت هذه السفينة بجبال الجليد سنغرق جميعنا، كلنا سنغرق. ولاحظوا الآن، اليوم جمعتنا كورونا، كما قال أحمد شوقي: إن المصائب يجمعنا المصابين. اليوم كورونا جمعت الناس، ولاحظوا سفينة، كل السفينة مهددة الآن. أيضا منطق الإسلام يقوم على التكامل، لا ننظر أننا كمل. صحيح أن ديننا هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، هذا ليس كلامنا، ولكن لا نقول أن المسلمين كاملين، الإسلام كامل، ولكن لا يمكن للمجتمعات الإسلامية ولا حتى للدولة الإسلامية أن تكون كاملة، نحن نحتاج إلى غيرنا. وهكذا تقوم نظرتنا للكون والحياة. أيضا التنوع، أن الله عز وجل جعلنا ألسنة متنوعة، ألوان متنوعة، ثقافات متنوعة، حتى الديانات متنوعة. يعني لو أراد الله عز وجل لآمن من في الأرض جميعا. فإذا يقوم هذا الكون على التنوع، ويقوم أيضا على التسخير: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، أن كلنا، كل منا مسخر للآخر أفرادا ومجتمعات ودول. لكن الإشكال أن منطق العولمة هو منطق الإلغاء، هو منطق الإقصاء، هو منطق العناد والغرور. أنا أقولها بكل صراحة، هذه إشارة لمثلا من يؤمن بالديانة النصرانية، كاثوليك وبروتستانت وارثوذكس، وهذا يرمز للمسلمين، وهذا يرمز للديانات الأخرى، يعني من بوذية والكونفوشيوسية ولا الإلحاد. أنا أعتبر أن الإلحاد دين، وإن كان الناس يقولوا أنه ليس دين، هو دين يعبد العقل يعني في الأخير. هذا المنطق ماذا يريد؟ يريد أن يجمع كل هؤلاء البشر المتنوعين، وضعهم في بوتقة هذه التي ترونها الصارمة، ويصهرهم صهرا بالقوة وبالحيلة وبالتحريف وبالتخريف،
وبالإغواء وبالمغالطات حتى يصرهم ويخرجهم في نسخة واحدة. هذا النمط الأوحد، هذا نمط تأباه الفطرة وأباه الواقع، وهذه السياسة ستسبب في إشكال كبير. لكن منطقنا نحن، منطق التعايش، أن يبقى التمايز، تبقى النصرانية، يبقى الإسلام، يبقى اليهودية، تبقى البوذية، ولكن تصهر في منطق التعايش الذي يجعلها بهذا الشكل، يجعلها تدور، هذه التروس تدور جميعاً. يعني هذه التروس تبقى كل ديانة محافظة على هويتها ولكن تتعامل مع الآخر. طيب، ندخل الآن في موضوع الملامح المنهجية، وأتمنى لا أكون قد خسرت نصف الوقت. أنا الحقيقة سأحدثكم عن 3 قضايا فقط، أكتفي بها لأن الموضوع ذو شجون. أيها الإخوة، الدعوة علم قائم، علم قائم. ليست المسألة أنك تأتيك عاطفة فتريد أن تعرف بالإسلام، هذه أنا لا أسميها دعوة. الدعوة فقه مثل الصلاة، الصلاة فقه، تحتاج إلى شروط صحة وشروط وجوب وأركان وسنن وآداب، وكذلك الزكاة لها موعد ولها نصاب ولها أسهم ولها مجالات للإنفاق وغير ذلك. فالدعوة علم، لها أصول، لها وسائل، لها فروع، لها قواعد، لها أهداف، لها موضوع، لها استثناءات، لها عزائم، لها رخص. فحول هذا الموضوع ندندن، لكني سأطرح عليكم 3 قضايا منهجية كبرى قد تفيدكم في موضوع اليوم. القضية المنهجية الأولى هي تحديد المفهوم. إخواني أخواتي، كثير من مشاكلنا المعرفية والسلوكية تعود لهذه القضية، أن نحن لم نحدد المفهوم. ماذا نقصد بالدعوة؟ ماذا نقصد بالتعريف بالإسلام؟ ماذا نقصد تحديداً؟ لأن تحديد المفهوم هو الإحداثية الأولى التي إذا كانت صحيحة كل الخطوط التي تمدها بعد ذلك تكون صحيحة، مثل الرسم البياني. الرسم البياني يقوم على الإحداثيات إذا كانت صحيحة أم خاطئة. طيب، حتى نحدد هذا المفهوم لابد أولاً أن نحدد المجال، مجال العمل. وأنت تشتغل في الدعوة وأنت تشتغل بالتعريف بالإسلام، في أي مجال ستشتغل؟ لأن التعريف له علاقة بالمجال. مثلاً إذا كان المجال هم المسلمين، فسيكون المفهوم سيكون ماذا؟ سيكون دعوة إلى الله. سيكون المفهوم هو مفهوم الدعوة كما جاء في الكتاب والسنة، وهو تبليغ تعاليم الإسلام وتربية الناس عليه والتعاون على تطبيقه في واقع الحياة. إذن هذا المفهوم، مفهوم الدعوة مع المسلمين، مع المسلمين، يرتكز على 3 أركان. لا أدري هل الصوت مازال واصل للإخوة؟ واصل يا دكتور، واصل إن شاء الله. كم مازال متبقي من الوقت؟ تبقي حضرتك يعني ربع ساعة، 10 دقائق. يا لطيف. طيب، معناها نمضي سريعا. إذن هنا ترتكز على 3 أركان: تبليغ، أي توصيل المعالم، معالم الإسلام، من عقائد، من عبادات، من أخلاق، من قيم. ثم التربية، لأن الدعوة في الإسلام ليست أن ترمي البذرة وتغادر، هذه ليست دعوة. واضح؟ ترمي البذرة وتغادر، لا يوصف الإنسان بأنه داعي، هذه مهمة سهلة هذه. إنما تغرس البذرة ثم تبدأ تحافظ عليها وتسقيها وتلاحظ، تتابع مراحل نموها، وكل مرحلة من مراحل النمو لها تدابير خاصة. تربية،
ثم التعاون على تطبيق هذا الإسلام العظيم في واقع الحياة. هذه هي الدعوة التي خلدها القرآن. لكن طبعا هنا ينقسم مجالات الدعوة إلى أصناف، حتى المسلمين أنفسهم ينقسموا إلى عدة أصناف، أهمها ثلاثة التي وردت في القرآن الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هؤلاء كلهم مسلمون، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن حتى نعمل لابد أن نحدد المجال. هل أنا أشتغل مع إنسان ظالم لنفسه من المسلمين، يعني فاسق يعلن الفسق وعنده متحامل وعنده موقف وكذا وكذا، أم هو يعني مقتصد، يعني مرات يحسن ومرة يسيء وهكذا، بين أم هو ما شاء الله متقدم ومن الله عليه بالثبات والعمل والزيادة وسابق بالخيرات؟ هذا لكل مجاله ولكل وسائله وأدواته. إذا كان المجال غير المسلمين، هنا المفهوم سيختلف، سيصبح هو التعريف بأصول الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ: إنك تقدم قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي بيان منظور العقيدة العام، التعريف بالله، بالكون، بالحياة، بالإنسان، بالأمور من حولنا، التعريف بأصول الإسلام وقيمه الكبرى ومقاصده العليا من حفظ الضرورات والحاجيات والتحسينيات ودفع الشبهات عنه. أي أنا عندما أتعامل مع أخي في الإنسانية اللي هو نصراني أو يهودي أو ملحد أو كذا، في مجال التعريف بالإسلام لابد أولا أن أعرفه بالأصول العامة للإسلام، بفلسفة الإسلام، بمنظور الإسلام للذات الإلهية، بالخالق وبالكون، كيف ننظر للكون، كيف ننظر للإنسان، لأنه ليس كما يقول حيوان ويتدرج من قرد إلى كذا. من هو هذا الإنسان؟ من هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وبعث له الأنبياء وسخر له الكون والحياة؟ إذن وأيضا دفع الشبهات، وبخاصة هذا موضوع طويل في الحقيقة يعني، ويحتاج إلى حضرات ومحاضرات. أيضا هؤلاء غير المسلمين ينقسموا إلى أصناف، منهم الجاهل، منهم الذي يعرف ولكنه محايد، ومنهم المتحامل، ومنهم العدو والخصم وكذا والمحارب. إذن هم مجالات، ولكل صنف ينبغي أن يكون لدينا رؤية مع هذا الصنف، تعريف، وسائل، أساليب، فنون. تمام. القضية الأخرى هي الغايات، وأنا أتحرك بالدعوة في أوساط الغرب، هذه المسألة غاية في الأهمية، لأن الإنسان يا إخواني الذي ليس لديه خريطة هو إنسان تائه، حتى لو كان مخلص، عندك إخلاص، عندك عاطفة، تريد الأجر، عندك حتى علم، ولكن تفقد البوصلة، ليس لديك خريطة، فبالتالي كل الجهات هي شمال، وكل الجهات هي جنوب، وكل الجهات هي شرق، لا تعرف الغاية، هل أنت اقتربت منها أم ابتعدت؟ إذن هذه قضية غاية في الخطورة بالنسبة للدعوة والتعريف بالإسلام، لا بد أن تحدد هذه الغاية، إلى أين تريد أن تصل. هنا يقودنا في مسألة مهمة، أن هناك دوائر للانتماء، هناك عندي أسرة وأيضا عندي مجتمع، والمجتمع هذا مختلط في الديانات، وعندي وطن أعيش فيه، كندا أو أمريكا، أنا أتكلم طبعا من إخواني في هذا المؤتمر، وعندي دائرة أخرى وهي الأمة، الأمة الإسلامية، والأمة ماذا؟ والأمة الإنسانية. كل دائرة من هذه الدوائر تفرض علي نوعا من الانتماء، أنا عندي انتماء لأسرتي، وعندي انتماء أيضا لمجتمعي حتى لو كان غير مسلم، كما كان ينتمي سيدنا شعيب وسيدنا لوط وسيدنا يوسف، عندي انتماء لهذا المجتمع، وعندي انتماء للوطن ولي حقوق وواجبات، وأيضا عندي انتماء لهذه الأمة. هذه الدوائر تتكامل ولا تتقاطع، لا تتقاطع، وهذا موضوع يعني أيضا كما قلت طويل. هذه الغايات، هناك غايات قريبة في التعريف بالدعوة،
هناك عندي غاية، هدف من الدعوة أو هدف من التعريف، هدف قريب أريد أن أحدد أصل إليه خلال شهر، شهرين، عام، عامين، وهناك غايات بعيدة، هذه ترجع إلى حواركم مع بعض، ويعني يحكمها عدة معايير. في الحقيقة الوقت لا يسعف لي. القضية الأخيرة هي الوسائل، وهذه من أنا أعتبرها من أخطر القضايا. لماذا؟ لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. يعني مثلا ما لا يتم الواجب إلا به، أي المقصد، فهو واجب. الوسيلة أحيانا تصبح هي نفسها فرض عين، الوسيلة فرض عين تصبح في حقك. الوسيلة تأخذ حكم المقصد وهي من جنسه، يعني لها ارتباط بجنس المقصد. هذه الوسائل مسألة نجاحنا في هذه المهمة يرتبط ارتباطا وثيقا كبيرا بالوسائل، لأنك إذا لم تستخدم الوسيلة الصحيحة لن تصل أو ستضيع أموالك. يعني أنت ماشي مشوار كيلومتر تشتري له طائرة بملايين، ها؟ هذا جهل وحماقة. أنت تذهب مع زميلك فقط، تذهب بسيارة صغيرة، لكن إذا أردت أن تحمل معك العشرات سيتغير الموضوع، ستحتاج إلى وسيلة أخرى وهي القطار، وهكذا. إذن تحديد الوسيلة له علاقة بالكفاءة والفاعلية والوصول إلى الهدف. الصوت انقطع فضلت الدكتور من عند حضرتك، الصوت منقطع. حضرتك افتح الصوت لو سمحت. هل الصوت واصل؟ وصل كده فندم. نعم، الأهداف إخواني ليس بالضرورة أنك أنت تحقق الهدف تماما كما تريد، لأن المدرسة الحقيقة الإدارة الغربية أحيانا تشكل على بعض الناس، يقول لك الهدف لابد أن يقاس، وإذا ما وصلتش لهدفك فأنت فاشل. لا، نحن نظريتنا الإسلامية سددوا وقاربوا، قاربوا. المقاربة هي نوع من أنواع تحقيق الهدف. هذه النظرة المادية الحدية الصارمة ليست هي ولهذا عندنا نظرية في الإسلام كتب فيها شيخنا الريسوني نظرية التقريب والتغليب. إذا أحياناً أنا لا أستطيع أن أحقق الهدف تماماً، أقترب منه، ماشي، يأتي غيري ويكمل المشوار. أحياناً لا أحقق الهدف ولا أقترب منه، لكن أساعد على تحقيقه، وهي ما يسمى بالترحيل الزماني أو المكاني. ممكن أنا، نحن في كندا لا نستطيع أن نحقق الهدف ولا نقترب منه، لكن نساعد غيرنا في تحقيق الهدف. قد نكون نحن جميعنا في تلك الديار، طبعا هذا شيء بعيد يعني، لكن ممكن في مدينة من المدن، في مركز من المراكز، يساعد غيره في تحقيق الأهداف، يكون هو أداة فقط، يقتصر دوري على أنني ارتضيت بأن أكون وسيلة لتحقيق الهدف ولست منفذا وبالغا لهذا الهدف. إذن مثلا أختم بهذه الوسائل، هناك وسائل في التخطيط، هناك وسائل في التواصل، هناك وسائل في التنفيذ. وسائل التخطيط تتطلب منا طرح الأسئلة الإشكالية المهمة. ما هو واقعي؟ أخطاءنا في الدعوة تعود إلى إحنا لا نعرف الواقع. نأتي بواقع مصر ونريد أن نفرضه في كندا، واقع ليبيا ونفرضه في كندا، ثقافة مصر، ثقافة ليبيا، ثقافة اليمن، واقع الإسلام في مصر، واقع الإسلام، ونريد أن نكرر ذواتنا وأنفسنا فيها. ولهذا عندما تخطط تجد أنك بصراحة ابتعدت عن الواقع ولا تعرف الواقع حقيقة، ولا تعرف مكامن القوة في واقعك، ولا مكامن الضعف في واقعك، ولا تعرف المخاطر في واقعك. عايش خارج الزمن في الحقيقة، خارج الجغرافيا. أيضا أين موقعي من هذا الواقع؟
طبعا كل سؤال من هذه الأسئلة يصلح أن يكون محاضرة. أين موقعي من هذا الواقع؟ يعني لا نعيش في الخيال. ما ضر المسلمون إلا الأوهام، إلا الخيالات الواسعة، الأحلام. نحن ما ضرنا إلا لغة الشعر، واضح، لغة الحقيقة العاطفة. ثم ماذا أريد تحديدا؟ لا تقول لي كلام فضفاض عام هكذا، هذا لا يصلح. لابد أن تحدد ماذا تريد، ثم كيف تصل، ما هي الوسيلة، كيف تصل لما تريد، وهل وصلت ولا لا. تقيس في بين الحين والآخر مدى وصولك إليه. ثم الوسائل، وسائل التواصل، الداعية، أدواته، ثقافته، مهاراته، سكيلز اللي عنده، كل هذه الأشياء تحتاج منا دراسة وتحقيق. الثاني هذا المدعو، المدعو في أي، وهذا نحن تكلمنا عليه في المرة الماضية، في أي صنف هو، في أي مجال هو. أيضا الرسالة، الرسالة، وهذا وما أدراك ما الرسالة، هذا موضوع اليوم. العالم ذاق ضرعا بالمطولات، دائما يريد كلام مختصر، يريد شيء. نحن في عصر السندويتشات، في كل شيء سندويتشات، سندويتشات غذاء الفكر. الناس اليوم أصحاب المعرفة المتشظية، تويتر وكذا. فلا بد أن تكون رسالتك قصيرة، جذابة، مثيرة، تلامس حاجات الإنسان، تلامس مصلحته، تلامس العقل. اليوم العاطفة لا يتأثر بها الناس كثيرا، يريدوا المنطق. حتى إذا بينت الأحكام الشرعية وأردت أن تدافع أو تدفع الشبهات، عليك أن تكون لوجيك، يعني تستخدم المنطق والعقل وتلامس حاجات الإنسان ومصالحه. أيضا الوسائل، وهذه مسألة يعني لا شك اليوم كثرت هذه الوسائل، وهذه من نعمة الله، من رحمة الله عز وجل أنها كثرت الوسائل. علينا أن نتغيى ونختار الوسائل المناسبة لأهدافنا. التنفيذ، علينا أن نرتب الأولويات في التنفيذ، وهذا فقه قائم، فقه قائم دون شك. أكيد أخذتم في بعض الدورات أو المحاضرات كيف نرتب الأولويات، وما هو معيار ترتيب الأولويات، كيف نبدأ بالأهم قبل المهم. أظن ستيفن كوفي عنده في كتابه العادات السبع، عنده تقسيم لطيف في العاجل والمهم والعاجل غير مهم وغير العاجل والمهم وكذا. ممكن أن نرتب الأولويات وفق عدة نماذج للترتيب. اختيار الفريق في التنفيذ، لا يصح أن ترسل أحد شيخ وكذا ولكن لا يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ولا يتقن الثقافة. قد يتقن اللغة ولكنه لا يعرف ثقافة القوم، لا يعرف ثقافة القوم. إذا لابد من اختيار الفريق، كل بحسب دوره أو في مجال الدعوة والتعريف. أخيرا إدارة الأوقات وإدارة الرؤية والمهام. كما قلت لكم في الحقيقة هذا موضوع ذو شجون ولا تسعه هذه السانحة القصيرة. وأنا تشرفت باللقاء بإخواني وأخواتي. هذه يعني ممكن هذه المحاضرة تكون نواة أو خميرة، ممكن تطويرها، ممكن الحوار حولها مستقبل في بعض الورش الخاصة. أكرر شكري لإخواني في ماك، في الجمعية الإسلامية الكندية، هذه الجمعية الرائدة التي تقف على ثغر من ثغور الإنسانية، لا أقول ثغور الإسلام، والله يعني فعلا الإنسانية في خطر. أنتم تحملون مشعل الهداية، أنتم تحملون الرسالة الوحيدة التي تربط الناس اليوم بالسماء. ونسأل الله عز وجل أن يكون لكم عون وسند، وأن تكونوا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. وأشكر أخي هشام على إتاحة هذه الفرصة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، ونفع الله عز وجل بكم ونفعنا بهذه المعلومات القيمة في القيام بهذه المهمة العظيمة المشرفة، كما تفضلت حضرتك في حملها وحمل هذا الدين لمن لا يعرف عنه أو لمن لا يحمله. الحقيقة حضرتك في بعض الأسئلة وردت، نستأذن حضرتك في ذكرها ببساطة.
حضرتك كما قلتم حضرتك أن كثير من المسلمين خارج البلاد الإسلامية غير مندمجين في مجتمعاتهم، فكيف يمكن أن يكون لهم تأثير؟ كيف يؤثرون وهم غير مندمجين؟ نعم، أو ينقصهم الاندماج الكامل. وأهم شيء أن يكون هذا الاندماج يكون اندماج راشد، لأن تعرفون هناك فرق بين الاندماج والذوبان. الاندماج هو أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم، أن تخالط الناس محتفظا بأصول هويتك، هذا. ولكن لا يمكن أن يحبك الناس وأنت منعزل عنهم، لا يمكن أن يستمع إليك الناس وأنت تعيش خارج ثقافتهم وخارج همومهم. سيدنا موسى كان يعني قريب من الرعاة، ليس في برج، وعندما جاءت النسوة التي من الله عليه بإحداهن أن كانت زوجة، كان يعني ما خطبكن، قلنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إذن كان قريب من تدافع الناس من ثقافتهم البدوية وكذا. سيدنا شعيب أوفوا الكيل ولا تبخسوا الميزان، كان قريب في السوق، كان يراقب هذه المشاهد، يعرف ثقافة القوم ويعالج قضاياهم هم قضاياهم. سيدنا يوسف دخل في السجن واختلط بالناس، إن نراك من المحسنين. لولا هذا الاندماج لما رأوا فيه الإحسان، كيف عرفوا من المحسنين؟ كان مندمجا معهم. إذن لا يمكن أن نقوم برسالة الدعوة من برج بعيد أو بالريموت كنترول أو بالفيسبوك، هذا كلام لا يصلح. لابد أن نخالط الناس، نتابع حياتهم من تلفزيون، من جرائد، من منتدياتهم في كذا، نسمع منهم، لا نسمع عنهم، نسمع منهم ونحاول أن نمتلك أدواتهم. وعلى رأس هذه الأدوات هو إتقان اللغة وقراءة التاريخ والأدب والفنون والاجتماع. عند ذلك ستجد أن هناك فتحات كبيرة، ستوفق لحد بعيد جدا جدا في حسن إيصال رسالة الإسلام. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. سؤال آخر بيقول أن هناك كثير من المسلمين يعني أو المنتمين للإسلام نشأوا خارج الثقافة الإسلامية، فهم نتاج مباشر لثقافات أخرى، فكيف يمكنهم التوازن بين الثقافتين والهويتين والحضارتين؟ طبعا هذا المسلم إذا نشأ في ثقافة أخرى هذه إشكالية ليست سهلة بصراحة. كل مولود يولد على الفطرة، إنما أبواه يهودانه أو يمجسانه. طبعا قس عليها، ممكن أن تفتح قوس، إنما هو فقط الحديث يريد أن يبين أثر النشأة الأولى على شخصية الإنسان. طبعا هذه إشكالية كبيرة إذا كان في الأصل ثقافته غير إسلامية، طبعا هذه تصبح إشكالية كبيرة، يصبح ارتباطه بالإسلام ارتباط مثل العرف الاجتماعي أو العلاقة الواهية جدا. فأولا علينا أن نحافظ على رأس مالنا، ننظر لهذا المسلم الذي هو نشأ في ثقافة غير إسلامية ونبدأ ننزع الشوك، نحاول أن نرى أين هي المناطق التي هدمت، أين هي المناطق التي اهترت تآكلت، ونحاول أن نرممها أولا. طبعا أنا أتكلم عن المناطق التي هي في جوهر الشخصية، وليست ثقافة في اللباس أو في اللغة أو في تعاطيه مع الأمور وطريقة إدارته لا، هذه بالعكس هذه لا تضر، هذه إذا أخذها من الشعوب الأخرى هذه لا تضره، ستبقى للمسلم الأوروبي للمسلم الكندي بصمة خاصة اللي هي تتعلق بالثقافة والتقاليد والأعراف، نحن لسنا ضدها هذه، والعادات والتقاليد لا بأس، لا بأس، لكن يبقى أصول الهوية، أصل الاعتقاد، حفاظ على القيم الإسلامية الكبرى، الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، كذا. وحبذا، أنا أقول حبذا، لا أريد أن أقول أكثر من هذا، الحفاظ على اللغة، لأن اللغة ليست وسيلة تخاطب، هي وعاء الشخصية، هي وعاء الإسلام. اللغة ثقافة، طريقة في التفكير،
لأن إذا أنت ابتعدت عن اللغة تماما، إذا ابتعدت عن المصدر العظيم وهو القرآن الكريم، لأن لا يصلح. الترجمة هذه ليست قرآن، الترجمة هي ليست كتاب الله عز وجل. كتاب الله هو الذي نزل باللغة العربية. فإذا الموضوع ذو شجون ويكفي هذا فيه. الموضوع متعلق بالمباشر بالممارسة العملية للدعوة. يعني حضرتك، هل موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى يعني ما بين أمرين؟ هل هو يحتاج إلى العلم والثقافة الكثيرة، العلم الشرعي الكثير والتعلم أولا قبل الممارسة؟ طب إذا كان كذلك، فكيف يمارسه عوام الناس، يعني العوام البسطاء، كيف يمارسون الدعوة وواجبهم، لأنها مهمة وواجب. الأمر الثاني في نفس السؤال هو، لو حضرتك تفصل في بعض الوسائل الممكنة البسيطة التي ممكن يستعملها الناس لتعريف غير المسلمين بالإسلام بشكل. نعم، أولا يعني السؤال الأول مهم وأيضا الثاني. شوفوا إخواننا، ولهذا الفقهاء اختلفوا، هل الدعوة إلى الله فرض عين أم فرض كفاية؟ فوجوب دعنا نقول أنها يعني فرض عين للمقتدر، حتى فرض العين على الوسع. أنت لا يجوز لك أن تدعو للإسلام، أنا أقول لا يجوز لك، قد تقع في الحرام إذا كنت تجهل القضايا التي تدعو إليها. كيف تجهل قضايا؟ يعني أنت ستعلمه شيء غير الإسلام الصحيح. إذا لابد كل إناء بما فيه ينضح، والحكم على الشيء فرع عن تصورك. كيف تحكم على أشياء وأنت لا تعرفها؟ لكن المسألة تتجزأ. وأنا أقول لكم، فنون الدعوة ممكن أن تأخذها في دورة واحدة لا تتجاوز 3 ساعات، تأخذ الفنون والأصول العامة للدعوة. ثم أنا عندما أدعو الإسلام لا أدخل في قضايا فيها إشكاليات، والله رجم الزاني، مش عارف إيش، تعدد الزوجات، مش عارف الأنبياء. ندخل في قضايا فعلا هي حتى عند المسلمين شائكة. أنا أتكلم في قضايا عامة، أحاول أن أتقن قضايا العقيدة، التعريف بالخالق سبحانه وتعالى، بمهمة الإنسان في الأرض، تعريف بقيم الكبرى، أهم شيء القيم الكبرى، الصدق، الرحمة، التعايش، الوفاء، الكرم، دفع الظلم، دفع الكذب، دفع وهكذا. يعني لا يوجد داعية كامل، حتى من العلماء لا يوجد إنسان أحاط بالدعوة كاملة وأحاط بتعليم الإسلام. هذه مسألة نتدرج فيها ونتجزأ في معالمها. السؤال الثاني، الوسائل. في الحقيقة أنا لم أرى ولم أقرأ عن وسيلة أعظم من وسيلة القدوة. لا يوجد إخواني شيء أعظم من القدوة. هذا الكندي عندما يراك قد أهملت حديقة بيتك، بالنسبة له يعني له هذا كثير جدا، حتى لو تقرأ عليه المصحف كاملا بالنسبة له، إذا أنت آسف يعني غير نظيف، حديقتك غير مرتبة، ثيابك غير نظيفة، صوتك تسهر الليالي ولا تبالي، تأتي للعمل متأخر، بطال كذا، طبعا جملة لا تحترم الوقت، لا تحترم الموعد، لا تحترم شيء، لا تحترم المواثيق، بطالة، متأخر في دراستك، قاسي مع أبنائك، قاسي مع زوجتك. بالنسبة له والله لو أتيت به الإسلام أمام عينيه لا يمكن، ستكون أنت قاطع طريق، تصبح أنت من قطاع الطريق الذين يحولون بين غير المسلمين وبين الإسلام. أعظم شيء هو القدوة، هو القدوة، أن تكون أنت خلقك القرآن. طبعا هذه أعظم وسيلة. ثم تأتي الوسائل الأخرى، وسيلة الكلمة الطيبة، الهدية. الناس خاصة يعني يحبون أحيانا، بعض الثقافات تحب الطعام، ويعني لها شيء كثير الطعام والهدية، خاصة في المناسبات أن تعطي هدية جميلة. بعض الناس مثلا أن تكرم كلبه، حشاكم، آسف أقول هذه الكلمة لأني عشت في الغرب، أحيانا عندما تداعب كلب النصراني تكسب قلبه تماما، يعني تقدم هدية للكلب. أو المهم، المسلم عنده غاية، عنده هدف، يأخذ كل الوسائل حتى يلج قلب المدعو. لأنك إذا وصلت لقلب المدعو وارتاح
وشعر تجاهك بالطمأنينة ونظر لك يعني نظرة عامة مقبولة، عند ذلك سيصغي إليك، سينفتح السمع وينفتح القلب. بعد ذلك تأتي الوسيلة المهمة، أن تكون عندك علم وعندك تأني وتتدرج، تتدرج في إعطائه معلومات عن هذا الإسلام، لأن الإسلام قصر عظيم جدا. لا تبدأ معه من الغرفة التي في السطح، تبدأ معه بالأنتري بالمدخل، تحاول أن تبين له الأصول العامة لهذا القصر. لماذا بني هذا القصر؟ ما هي مهمة هذا القصر؟ من صاحب هذا القصر؟ ما هي غايات؟ لماذا صممت هذه الغرف؟ علي أساس صممت؟ ما هي مقاصد الجزئية والمقاصد الكلية؟ هكذا. يعني أنا ما زلت عند كلامي، الدعوة علم، لا أريد أن أقول لكم الأمر هين، أنا سأكون غاش لكم إذا قلت لكم أن أمر الدعوة هين. جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور. يعني احنا عايزين نستمر الحقيقة، نريد الاستمرار أكثر وأكثر يعني. لكن هو في أختي بعتت سؤالي، أرسلت سؤالين، والسؤالان يعني هما قد يكون شبهات يعني عن الإسلام. أن هناك من يقول أن الإسلام حضارة خاصة يدعو إليها بعيدة عن الحضارة المعاصرة، والسؤال الآخر عن الإسلام قادر، هل يمكن القول بأن الإسلام قادر على تقديم حلول لمشكلات التي تعاني منها الإنسانية اليوم؟ الاثنين يعني متقاربين. لا بالعكس، هذه مش شبهات، هذه أشياء، هذه جنب الشبهات، هذه أشياء لطيفة جدا. أولا أختي، الإسلام ينظر للحضارات الأخرى كما قلت لك نظرة الشراكة، ليس حضارة منعزلة. الإسلام يريد، لاحظوا في المدينة المنورة، اليهود كانوا جزء لا يتجزأ من مجتمع المدينة، أي بين قوسين حضارة الإسلام المبتدئة، ووضع معه النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة أنهم أمة من المؤمنين، هكذا وصفهم. الإسلام أبدا لا ينظر للآخرين بأي نوع من التصادم والخوف وكذا، يعني إذا صح الإسلام، إذا صح الوصف، الإسلام مثل الإنسان صاحب الشخصية القوية الذي يثق في نفسه ويعرف ماذا لديه، النور الذي لديه، لأنه ليس من صنعنا في الحقيقة، هو نور من عند الله. ولهذا استفدنا من فارس، واستفدنا من كل الحضارات التي من حولنا، لا ينظر هذه النظرة. هو دين فيما يتعلق بالمعتقد وكذا، هذه له خصوصية. هذا يقودنا للسؤال الثاني، هل يستطيع الإسلام أن يحل المشاكل؟ إذا تقصدي أن تعليم الإسلام التي في الكتاب والسنة الحلال والحرام، أنا سأجيب إجابة واضحة وأرجو أن تفهم في سياقها جيدا. أقول لا، الله عز وجل لم يشرع لنا الحلال والحرام حتى يحل إشكاليات الإنسانية. لماذا؟ لأن إشكاليات الإنسانية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالاستخلاف في الأرض، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالسياسة، تتعلق بالإدارة، تتعلق بالاختراعات والتكنولوجي. كل هذه الأشياء هي في دائرة المباح، لم يشرع فيها الإسلام تشريعات خاصة، إنما تركها للناس، تركها للناس. يعني أنا ممكن أستخدم نظريات الإدارة اللي عند اليهود، نظريات التخطيط التي عند الصين، نظريات التكنولوجي في أمريكا، نظريات الاقتصاد في بريطانيا، هذا لا علاقة بالدين، بالدين الإسلامي لهذه الأشياء. فالإسلام لا يقدم كدين تعاليم حلال وحرام إجابات في السياسة وفي الاقتصاد، يقدم قيم كبرى في الاقتصاد، مثلا ممنوع الربا، ممنوع الاحتكار، ممنوع الغش، ممنوع الغبن، يقدم قيم كبرى في السياسة، ممنوع الاستبداد مع الشورى، يقدم وهكذا، لكن لا يضع حلول تفصيلية. هذه الحلول متروكة لكل الناس، وكل شيء فيه مصلحة وفي بناء وإعمار للأرض يأخذ به الإسلام ويعتبر جزء من حضارة الإسلامية ولو جاءت من كافر. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الدكتور على هذا الوقت، ونشكر حضرتك على يعني تطوعك
يعني بالحضور والوقت والجهد وال أنا متشرف والله، نسأل أنا الله سبحانه المتشرف. يتقبل منك ويجزيك عنا خير ويجزي عن المسلمين خير وعن الإسلام والمسلمين خيرا إن شاء الله رب العالمين. حقيقة برضو نشكر إخواننا المشاركين في إخراج هذه يعني الأتقياء الأخفياء، جزاهم الله خيرا الإخوة في العاملين على الإخوة الفنيين في التكنولوجي والإخوة المراقبين والمترجمين اللي خلف السماعات والميكروفونات يعني يترجمون المحاضرة، جزاهم الله خيرا جميعا ونشكرهم على هذا الوقت والجهد، فكلهم متطوعون. تقبل الله عز وجل منا ومنكم فضيلة الدكتور وعلى هذا الجهد والوقت، إن شاء الله رب العالمين مستمرين إن شاء الله رب العالمين في يعني في إجهاد حضرتك والحضور معنا إن شاء الله على طول في المستقبل بإذن الله. جزاكم الله خيرا الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بكم وبهذه المعلومات القيمة التي أخذناها لتنير لنا الطريق في التعريف بالإسلام في هذه البلاد. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني من كان في كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في إذا قابت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ففي يدنا الكثير من الغرس نغرسه في هذه المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. نذكر حضراتكم في ختام هذا اليوم أن اليوم في المساء هناك محاضرة في الساعة 8 عن الإسلاموفوبيا مع الأخت رايدني لويندي والأخ مروان محمد باللغة الإنجليزية ومترجمة للفرنسية إن شاء الله، وغدا الساعة 2:30 ظهرا مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي العالم الكبير إن شاء الله يكون معنا غدا إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. وفي النهاية نذكر حضراتكم بالتبرع لمن يحب المشاركة في الأجر والإنفاق في سبيل الله عز وجل وفي دعم هذه المؤسسات التي تديرها الجمعية الإسلامية الكندية ماك بالدخول على رابط التبرع mac.donation.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. وجزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، ونختم إن شاء الله رب العالمين يعني حضرتك تدعو لنا في نهاية اللقاء يعني نتبرك بدعواتكم وجزاكم الله خيرا. طيب أنا لا أحسن الدعاء لكن إن شاء الله نمتثل. إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا بظلم إلا وفكت أسره وأطلقت سراحه يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا به ما نسينا. اللهم اجعلنا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده ويعملون بمحكمه ويقفون عند متشابهه. اللهم يا رب العالمين حين على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم كما آمنا به ولم نره لا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم حين على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ بناتنا في هذه الديار، واحفظ شبابنا وأولادنا في هذه الديار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا يا رب. اللهم ابرم لهذه الأمة إبرام رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، نلقاكم على خير. السلام عليكم. السلام عليكم.